الأستاذ الياس رحباني. أها مشاهدينا رح توقف كمان مرة. حب القلب للقلب ما بيعطي صدى ما بين عيني وعينك كتار العيون لكن ما بين قلوبنا ما في حدا ما في حدا ما في حدا يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي وريتا تسلم هالطلي من هالوجه المتجلي ريتا تسلم هالطلي من هالوجه المتجلي اللي بتنور عتمات الليل وعيني وقلبي بتملي اللي بتنور عتمات الليل وعيني وقلبي بتملي يلي كلك خفة روح من قبال عيوني لتروح يلي كلك خفة روح من قبال عيوني لتروح وحياتك قلبك هالحي من وقت اللي شفته بهالحي وحياتك قلبك هالحي من وقت اللي شفته بهالحي قرب صوب شوي شوي حكاية عن حبك قال لي ريتا تسلم هالطلي من هالوجه المتجلي ريتا تسلم هالطلي من هالوجه المتجلي اللي بتنور عتمات الليل وعيني وقلبي بتملي اللي بتنور عتمات الليل وعيني وقلبي بتملي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا قلبك عشفاف الأزهار
مثل النحل غطوا طار قلبك عشفاف الازهار مثل النحل غطوا طار هالعينين الحلوه كتير تعملت عقلبي مشاوير هالعينين الحلوه كتير تعملت عقلبي مشاوير جاي تحملني وتطير وعحدود النجم تعلني ريتها تسلم هالطلي من هالوجه المتجلي ريتها تسلم هالطلي من هالوجه المتجلي بتنور عتمة الليل وعيني وقلبي بتملي يا ليلي يا ليلي يا شعر الأستاذ جورج بأنطون الشاعر وألحان الأستاذ مارون سالم. سلم هتم. كلك ذوق. ألف شكر أستاذ محي الدين الغالي على مشاركتك لنا الليلة مثل العادة، دائما حضورك حلو. ألف شكر ستنا، وإن شاء الله يعني بتضلك بذاكرة الناس وبتضلك بقلوب الكل، وشو ما صار أكيد مطرحك محفوظ وبصمتك بالفن اللبناني إن شاء الله بوجودكم موجودة وبوجود هالقيمين وهالفيوتشر كلها والمخرج الأستاذ أكرم دقيق والمجموعة كامل كاميرامان أستاذ زاهي أستاذ آنسة ما هيك آنسة شهناز إن شاء الله يديمكم وبشكركم جزيل الشكر وبشكر كل اللي شافوني. أهلا وسهلا فيك. أكيد كمان نحن بدورنا نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا الليلة، نتمنى أن يتابعونا الأسبوع الجاي. ضيف الأسبوع المخرج